سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون لن يطول البعد عن نصر ولن نرضى بغير النور في الليل هدى لن ننطفي أبدا لن ننتهي أملا إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا فإذا البرق تجلى فارقبوا شمس النهار واركبوا الرايات تصلى برياح الانتصار فإذا البرق تجلى فارقبوا شمس النهار واركبوا الرايات تصلى برياح الانتصار مسلم جاء كبرق أزرق يسبي العيون بأسه حل بكفر إننا منتصرون مسلم جاء كبرق أزرق يسبي العيون بأسه حل بكفر إننا منتصرون لن يطول البعد عن نصر ولن نرضى بغير النور في الليل هدى لن ننطفي أبدا لن ننتهي أملا إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا فإلى الله مضينا عن حمى الدين نذود إن أبى العز أبينا هكذا طبع الأسود فإلى الله مضينا عن حمى الدين نذود إن أبى العز أبينا هكذا طبع الأسود سوف نبقى بثبات تقتدي به الجبال يطرد اليأس ذليلا من عزائم الرجال سوف نبقى بثبات تقتدي به الجبال يطرد اليأس ذليلا من عزائم الرجال من عزائم الرجال بغير النور في الليل هدى لن ننطفي أبدا لن ننتهي أملا إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون إن قضى عهد وولى وانتهى ليل الظلام صفحة في نسى تقوى كسنين من ركام إن قضى عهد وولى وانتهى ليل الظلام صفحة في نسى تطوى كسنين من ركام أمتي سيأتي يوم ستري وتسمعين أن نصري سوف يبكي أعينا إذ تفرحين أمتي سيأتي يوم ستري وتسمعين أن نصري سوف يبكي أعينا إذ تفرحين أعينا إذ تفرحين لن يطول البعد عن نصر ولن نرضى بغير النور في الليل هدى لن ننطفي أبدا لن ننتهي أبدا إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا